هي مناشدة أقرب إلى الصرخة أطلقها الرئيس تمام سلام خلال لقائه مفوض شؤون السياسة الأوروبية للجوار ستيفان فولي، وتتمثل بالدعوة لضخ المزيد من المساعدات للنازحين السوريين والمجتمع المضيف على حد سواء. ودعا سلام أوروبا إلى اتخاذ قرارات لمشاركة لبنان عبء النازحين عبر إطلاق برامج من شأنها نقل أعداد كبيرة منهم إلى دول أخرى. فولي أعلن خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد ولبنان أن قيمة المخصصات الأوروبية للبنان بموجب الاتفاقية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة تصل إلى 150 مليون يورو. We strongly condemn the attacks by the extremists on security forces. We appreciate the Lebanese security agencies for their efforts in responding to the numerous security threats. طلبنا على الأكيد من المفوض إنه إرسال إنذار عام إنه الدولة اللبنانية اليوم هي عم بتجابه على كل الجبهات، إن كانت أمنية وإن كانت على صعيد اللجوء السوري للبنان إلى اليوم لجوء ما بقى يحتمل. المسؤول الأوروبي اطلع على أحد المشاريع التي ينفذها الاتحاد في مقر الحركة الاجتماعية في برج حمود، حيث يوجد أكثر من 300 طفل وفتى من لبنان، سوريا والعراق. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم قبل أيام مبلغ 215 مليون يورو معظمه لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان. And let me make it absolutely clear. It's not only to solve the challenges or address the challenges of the refugees, but even more importantly to help the Lebanese to build the stronger state, to build a more efficient service for them. وكان المسؤول الأوروبي عقد جولة أفق مع وزير الخارجية جبران باسيل في قصر بستروس تناول دور أوروبا في مكافحة الإرهاب.